جميع المحطات والأجهزة والدوريات كافة بالمراقبة. حملت الأجهزة كافة بالمراقبة من السيطرة للسيد القائد العام للقوات المسلحة دولة رئيس الوزراء المحترم السيد واحد عراق. أؤمر سيدي، أؤمر تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الأعزاء في كافة التشكيلات، أجهزتنا الأمنية البطلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله لكم الأجر وبارك الله فيكم وفي جهودكم التي بذلت طيلة هذه الأيام في تأمين هذه الزيارة المليونية، ولله الحمد كنتم كما عهدناكم مثال للتضحية وأداء الواجب الوطني والحرص على سلامة أبناء شعبكم، فتحية كبيرة لكم ووفقكم الله في خدمة بلدنا وشعبنا الذي يستحق منا أفضل الخدمات. إخواني الأعزاء، أوصيكم في هذه الساعات الأخيرة في التفاني والحرص على أداء الواجب لإنهاء الزيارة وخروج آخر زائر من هذه المحافظة المقدسة. الرحمة والرضوان للمنتسب الشهيد الذي استشهد أثناء تأدية الواجب. بارك الله فيكم، حفظكم الله من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأجهزة والمحطات كافة بالمراقبة من السيطرة السيد القائد العام للقوات المسلحة. شكرا لكم سيدي.